ويلا بسم الله. أول شيء بعلمكم طريقة تنظيف القباقب والربيان. القباقب دائما لما تشترون قباقب حرصوا أن تشترون النثية مو الذكر، لأن مثل ما قلت لكم النثية فيها لحم أكثر وفيها بيض حق اللي يحبون البيض. طبعا إذا السماك نظف لك القباقب وايد أريح، لا تنظفينهم بالبيت، لكن إذا بتشترينهم مثلا من سوبر ماركت وما ينظفونهم، بعلمكم أنا الحين طريقة التنظيف. أول شيء نسويه، شفتوا هذه الصدفة، هذه تنشال وتنقط. أوكي، الصدفة هذه اللي فوق بعد نفس الشيء تشيلونها، لأن هذه اللي يصير تحتها الوسخ، تشيلونها وتشيلون هذه الأشياء. هذه الأمة اللي يسوون يطلعون صفرة القباقب، فلازم ينشالون. هذا اللي بالنص بنات، هذا بيض القباقب، طبعا احنا ما ناكله، في ناس ياكلونه يخلونه، احنا نشيله. اوكي، هذا كله ينشال. في ناس ينهارون، الله متروسه بيض ليش تشيلينه، احنا ما ناكله. اوكي، هذا كله اشيله. تنظفون الجزء هذا، التجويف هذا تنظفونه عدل عشان تطلع لك قباقب من ألذ ما صار. ثاني شيء بالنسبة حق عضاعض القبقب، هذي البنات الصغار ما فيهم لحم، فش نسوي؟ نشيلهم ونقطهم، لأن ما فيهم لحم، يعني حرام حرام يعني تطبخينهم ما فيهم لحم، إلا عاد الناس اللي يحبون يعضعضون عظام القباقب كيفهم يحتفظون فيهم. المهم هذا العضعض الكبير هذا فيه لحم، يعني بعدين تكسرين تاكلين اللحم اللي داخل. هذا الجزء اللي راح نستخدمه من القبقب فقط، هذا في حال اذا بتسوين القباقب مثلا فوح او بتسوينهم بصوص تشيلين الصدفة تقطينها، لكن اذا بتسوينهم مثلا نفس ما سويتهم انا لكم مرة، تذكرون يوم سويتهم بالكريمة حشيت الصدفة باللحم اللي داخل القبقب وحطيت فوقه كريمة وجبن، فاحتفظت بالصدفة علشان أحشيها باللحم القبقب. يعني هذه تستخدمينها فقط إذا بتسوين قباقب بالكريمة، وطريقة القباقب بالكريمة موجودة بحسابي باليوتيوب. اليوم بنسوي وصفة جديدة. أوكي، اليوم أنا ما أحتاج الصدفة، ما راح أسوي قباقب بالكريمة، فبقطها بستخدم هذا الجزء فقط. الحين أغسله أنظف عدل. بالنسبة حق تنظيف الربيان، أول شيء أنا جبت اليوم يعني كامل، لا خليته يشيل راسه ولا يقشره ولا أي شيء. أنا اليوم ما رح أقشر الربيان، بطبخه بقشرة، لكن بعلمكم طريقة تنظيفه. يعني مو معناته أن أنا بطبخه بقشرة ما أنظفه، لا لازم أنظفه. أول شيء الراس هذا ينشال وينقط كذي، تشيلون الراس وتقطونه انزين. بعدين أنا الذيل بحتفظ فيه اليوم، لكن إذا حق طبخة ثانية مربيا مثلا مع عيش ما تسوونه بقشرة فتقشرونه، تكشيره جدا سهل، يعني بس تقصين ظهره وتشيلين القشر. اليوم أنا ما رح أقشره، شنو بسوي؟ بنظف ظهره، أقص بالسكين هذه القشرة اللي صوب الظهر، طبعا أنا بجلوفز فمو متحكم عدل، شوفوا قصيت الظهر بهذه الطريقة، قصيته شوفوا صوب الظهر، أطلع الخيط الأسود، طب ما قصة للآخر يعني لازم الربيانة تحتفظ بشكلها، قصة شوية، أطلع الخيط الأسود هذا. هذه بنات يصير يعني مكان تجمع الأوساخ والأمعاء وكله يصير بظهر الربيانة، فلازم يتنظف عدل. اوكي، انا قلت لكم اليوم لان انا بسوي الربيان بقشره فبحتفظ بالقشر. انت اذا تبينه حق مربين مثلا او تبينه حق طبخ مع عيش ما تبين القشر، شو تسوين؟ شلون تقشرينه؟ تشيلين الذيل بعد. اوكي، بعد ما تقصين الظهر تشيلين، يعني تقشر بسهوله، ابدا ابدا ما يتعبك. الربيانه كذي مقشره، بس طبعا انا اليوم ما راح اقشره، انا بستخدمه بقشره، تمام؟ بس أسهل من تنظيف السيفود ماكو، ترى أسهل حتى من الدياي واللحم، بس تسوين هالخطوات البسيطة راح يصير عندك من أحسن ما يكون. أغسله بعدين وأنظف عدل بماي بارد، لازم ماي حوشة ماي حار نهائيا، السمك ما يتحمل عموما بسرعة يستوي، فلما تغسلينه بماي حار تردين تطبخينه شنو بيصير؟ غير إن الماي الحار يخليه زفر،
فالسيفود عموما ينغسل بماي بارد. اوكي يلا الحين اغسله وارد لكم مع طبختي اللذيذه. وفي بعد معلومه مهمه تخص الربيان نسيت اقولها، دائما لا تاخذوا الربيان مزارع، اخذوا ربيان بحر. المزارع هذا اللي هم يسوونه المستزرع هذا مو حلو، مو نفس ربيان البحر، فدائما حرصوا تاخذون ربيان. مثلا اذا انت من الكويت تاخذين ربيان كويتي، ربيان بحر، اخذي من يعني انتاج ديرتك، متاكدين كذي انه فرش. وبس الحين بنظف الربيان كله، نظف ظهره وارد لكم ان شاء الله بعد قليل.